إذا طلب منا أن نطرح هذان العددان وتبسيط الإجابة وكتابة الناتج على صورة عدد مختلط، نستطيع القيام بهذا بطريقتين. الطريقة الأولى أننا سنقوم بتحويل كلاهما إلى كسور غير صحيحة ثم نحصل على الناتج، والطريقة الثانية أننا نطرح جميع الأجزاء الأعداد ومن ثم نطرح أجزاء الكسور وبهذا نحصل على الناتج. فإذا قمنا بتحويلهم إلى كسور غير صحيحة، ففي البداية دعونا نقوم بتحويل 8 و2 على 3. يحتوي الكسر على المقام 3، 3 ضرب 8 يساوي 24، 24 زائد 2 يساوي 26. إذن 8 و2 على 3 هي نفسها 26 على 3. والآن لدينا 5 و5 على 6، يوجد 6 في المقام. 6 ضرب 5 يساوي 30، و30 زائد 5 يساوي 35، وبهذا يتكون لدينا الكسر غير الصحيح 35 على 6. الآن لنطرح، ويجب أن يكون لدينا مقامات موحدة، وثلاثة وستة ليست مقامات موحدة لكنهما يقسمان بستة، إذن ستة هي المضاعف المشترك الأصغر لكل من الثلاثة والستة. لذلك دعونا نحول المقامات إلى ستة. إذا أردنا جعل مقام الكسر 26 على 3 يساوي 6، فعلينا أن نضرب المقام بإثنان، وعلينا فعل الشيء نفسه للبسط. 26 ضرب 2 يساوي 52، فيكون الكسر الناتج 52 على 6، ولسنا بحاجة إلى هنا جعل هذا الكسر باللون البرتقالي مختلفا كون أن المقام هو 6 في الواقع، إذن يبقى 35 على 6. الآن كم ناتج 52 ناقص 35؟ لنرى، إذا أضفنا 5 إلى 35 نحصل على 40، بالإضافة إلى 15 فيصبح لدينا 50، ونحتاج إلى 2، إذن الناتج 17، 17 على 6، وهو كسر غير صحيح. الآن إذا كنا نريد كتابته بصورة عدد مختلط، سنقول كم ناتج قسمة 17 على 6؟ هنا 6 ضرب 2 يساوي 12، وإذا جربنا 6 ضرب 3 ستعطينا جواب أكبر هو 18. إذن لنعد إلى 2، إذا أخذنا 2 فسنحصل على الناتج 12، يكون الباقي 5 صحيح. نحن سنحتاج إلى 5 حتى ننتقل من 12 إلى 17، ولدينا الباقي 5، فنستطيع القول أن 17 على 6 يساوي 2 والباقي 5، إذن 17 على 6 يساوي 2 و5 على 6، أنجزنا هذا. وهذا نوع من الكسر الغير صحيح والذي ينجح دائما، أحيانا يكون سهل وأحيانا صعب لكنه ينجح دائما. في الواقع أنني أميل دائما لحل المسائل بهذه الطريقة. دعونا نحل المسألة باستخدام طريقة فصل جزء العدد وجزء الكسر. فيمكن أن نقول في البداية 8 ناقص 5، لذلك دعونا نفعل هذا، وهي عملية طرح لجزء الأعداد. 8 ناقص 5 زائد 2 على 3 ناقص 5 على 6، وهي أجزاء الكسور. هذا سهل، 8 ناقص 5 يساوي 3، وهنا لدينا مسألة ممتعة. حسنا، دعونا نحاول حلها. اسمحوا لي أن أفعل هذا بلون مختلف. نريد مقاما موحدا هنا، وكما رأينا قبل قليل
أن 6 هي المضاعف المشترك الأصغر لثلاثة وستة، لذلك يمكننا كتابة المقام يساوي 6 لكليهما، وخمسة على ستة يملك ستة في المقام، إذن لسنا بحاجة لعمل شيء هنا، يبقى خمسة على ستة، وللانتقال من ثلاثة إلى ستة في هذا المقام علينا أن نضرب باثنان، دعونا نقوم بهذا، اثنان ضرب اثنان يساوي أربعة، وتكون النتيجة أربعة على ستة ناقص خمسة على ستة، وهذا ما سيعطينا عددا سالب. فعند طرح 4 ناقص 5 سنذهب لأقل من الصفر، وهنا الآن إذا كنا لا نريد التعامل مع الأعداد السالبة هنا ما علينا أن نفعل، وهذا نفس فكرة الاستيلاف، وكان يجب أن يسموها الأخذ من أو أن نأخذ بدلا من أن نستلف، فيمكننا كتابة هذا أو هذه الثلاثة، وهنا السبب الذي يجعل المسائل خادعة بعض الشيء. طبعا اسمحوا لي أن أفعل هذا هنا، دعوني أرسم خطا لأقوم بالفصل بين الطريقتين في حل المسألة، فيمكن أن نكتب ثلاثة على صورة اثنان زائد واحد، لكن بدلا من كتابتها كواحد فيمكن أن تكون ستة على ستة، صحيح؟ الآن ستة على ستة يساوي واحد زائد اثنان يساوي ثلاثة، وإذا قمنا بإضافتها إلى هذه الأعداد زائد أربعة على ستة ناقص خمسة على ستة، الآن ماذا حدث بفعل هذا؟ حسنا، إذا وضعنا 6 على 6 ضمن خطوات الحل وقمنا بجمعها إلى 4 على 6 ثم نطرح 5 على 6 نحصل على عدد موجب، دعونا نفعل هذا. لدينا 2 هنا ونضع 6 كمقام هنا ثم نجمع البسط، واسمحوا لي أن أكتبها 6 زائد 4 ناقص 5. الآن كم سيساوي هذا؟ كم سيساوي البسط؟ هنا 2 ولدينا هنا 2 صحيح، إذن وهنا المقام 6 وفي البسط 6 زائد 4 يساوي 10 ناقص 5 يساوي 5. الناتج النهائي إذن 2 و 5 على 6 هو بالضبط ما حصلنا عليه بالطريقة الأخرى.